أهلا وسهلا بكل ما التحق بنا في حلقة جديدة من نادي السينما، تشكيلة من أبرز الأفلام العالمية راح نشوفها بأول فقرة لليوم. توب فايف. هيدا في الشحن؟ أوكي. هيدا؟ أوكي. أوف، الحمد لله موبايلتني اثنين مشرجين. خلينا نبدأ بالنمبر وان. بول أمريكي الجنسية يشتغل كسائق شاحنة في العراق، يتعرض إلى هجوم من مجموعة من العراقيين ليستيقظ مدفون في تابوت على قيد الحياة. يمني أنا متأكدة أنه بعد مشاهدتكم لهذا الفيلم أنكم راح تحرصوا كتير على شحن موبايلاتكم. بيرد بطولة رينولد ريان، بروديوس باي رودريغيز كورتيز، وراح نشوفه في النمبر وان لهذا الأسبوع. هل كل أفلام الرعب بتخوف؟ طيب إذا قلت لكم لابين تايلر وآلان ترودوك، راح نشوف هلا مزيج من الرعب والضحك في ديل اند تروكر VS ايفل نمبر 2. جورج فالنتاين كان اكبر نجوم هوليوود لحد يوم بنت سرقت منه الاضواء وقلبه. الفيلم في نمبر 3 الحائز على العديد من جوائز المهرجانات العالميه ببطوله جان دو جاردان ذا ارتست. هلا راح نشوف قصة صديقة مدى العمر بين فتاتين وضعنا قانون سري جدا واعتبروه وسيلة ليتعاملوا مع المعايير الثقافية الصارمة المفروضة على النساء. Snow Flower and the Secret Fund for number 4. Battleship Action Science Fiction إخراج بيتر بيرغ اللي نعرف بفيلم Collateral بطولة توم كروز. مش راح أحكي لكم كتير على الفيلم، راح خليكم تشوفوا التريلر. بس أهم معلومة لازم تعرفوها إنه الفيلم رح ينزل بأمريكا ب 18 ماي. أحداث الهجوم على المركز التجاري العالمي ب 11 سبتمبر 2001 كانت مأساة العديد من العائلات، منهم توماس زوج ليندا وأب أوسكار اللي ترك مفتاح غامض يسعى لمعرفة ما وراه ابنه البالغ 9 سنوات. Extremely Loud and Incredibly Close فيلم الأسبوع بطولة توم هانكس، ساندرا بولوك وتوماس. تم إضافة فقرة جديدة لنادي السينما وهي نجم الأسبوع، وهي المرة اخترنا أن يكون هنري كيفيس بطل فيلم The Avenger. إذا أنتم حابين تشوفوا أي معلومات على البطل متاعكم، ما عليكم إلا تنضموا على صفحة الفيسبوك. وهلا هذا ريبورتاج على هنري كيفيس. لا شيل الريموت من إيدك، لأنه السهرية على التلفزيون الفجيرة بعد متواصلة مع فيلم الليلة المختار. أنا رح أشوفكم على صفحة الفيسبوك الموجودة على الشاشة، والأسبوع الجاي موعدنا في نفس التوقيت نفس القناة نادي السينما. باي باي باي.